السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نوجد معكم السوشي بالبيض، يعني أسهل طريقة، كيعطي واحد المنظر زوين وكيخلي لوليزاس ياكل لنا الخضار كذلك. عندي هنايا البصلة، عندي هنايا الربيع مقطع، عندي هنايا الجزر اللي شحرته بواحد شوية ديال الثومة وشوية ديال الزبدة أو تشحروا بشوية ديال زيت الزيتون، عندي كذلك قرعة كورجيت، عندي هنايا البيض، عندي هنايا الفرماج. عندي هذا الفرماج هذا هو اللي قطعت، الا عندكم فرماج حمر يكون احسن، ولا الفرماج اللي كان سبق لي وجدت معكم حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع كيكون منسم. عندنا هنا شويه الزبده. نبداو على بركه الله، نبداو على بركه الله نهرسوا البيض ديالنا، كنوضعوا شويه الملح في البيض اللي ما بغاش يديروا يتجنبوا، صافي كنطربوا مزيان. صافي هنا قسمت البيض على حسب النوعيه ديال الخضره اللي عندي او العدد ديال الخضره اللي عندي. انا عندي 4، غناخذ هذا البيض هذا هنا غنوضع فيه هذا الجزر اللي عندي، نحطوا هذه العناصر هذه حتى تنسجم. انا تقريبا هذه الجزره تقريبا اللي عندي من حجم كبير، عطاتني هذه الكميه هذه كلها. اذا كانت عندكم واحد الجزره صغيره يمكن لكم انكم تستعملوا جوج. هنا الكميه او المقادير ما على حسب اللي موجود عندكم وعلى حسب عدد الاشخاص اللي بغيتوا تصاوبوا ليهم. هاد الطريقه هذه ديال هاد البيض هكا بهاد الشكل بالخضر ينفعكم مزيان على الاطفال اللي خاصه كيمشيو كيديو معاهم الغذاء ديالهم للمدرسه، خاصه في هاد الايام هذه اللي جايه باذن الله ديال شهر رمضان كتنفع مزيان. صافي هنا الا بغيتو تدهنو بشويه ديال الزبده كدهنو به هاد المقله هكا. صافي كديرو عافيه مهيله، غنوضع الكميه الاولى هذه هكا بهذه الطريقه هذه، يمكن ليكم نتوما ديروها رق من هكا، انا درتها شويه غليظه ماشي مشكل. صافي كتبدا طيب لينا هكا، كنحاولوا نديروها الطريقه هذه بشويه، كنروليو هذا البيض ديالنا هكا. البوطه عندنا كتكون مهيله بطبيعه الحال. خديت واحد الكميه كذلك ديال البيض، غنوضع فيها ربيع هانتوما كذلك نفس الطريقه غنديروها. غنوضع كذلك البيض غير هنا، غنحاول انني نسرحو يكون شويه رقيق باش يعطينا داك اللون كيف غتشوفوا في الاخير ان شاء الله. هانتوما هاد البلاصه هادي ديال البيض كنحاولوها انا تلتصق بالبيض الاخر، ضروري تكون العافيه مهيله باش البيض عندنا ما يتحرقش لينا.
شوفوا كيفاش هذا وكروا ليه. هنا ما بقيتش انا ضفت الزبده، درت الزبده غير في الاول فقط، ما بغيتوش يجيني دهني بزاف. هانتوما غنحاول نزيد الكميه اللي باقا عندي، نضعها هنا في هذا الاماكن هذا باش يجيني تقريبا، يجيني داك الفراغ. الا كانت عندكم مقلاة كبر من هذا الحجم هذه كتجي مزيانه. هانتوما كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه، ها هي نفس الطريقه اللي درت في الاول مع الربيع والجزر، نفس الطريقه نديرها مع القرعه. هانتوما شفتوا حتى هي عندها ناخذ كميه نضعها هكا. هنا منين درت القرعه غنوضع فيها هكا فرماج. انا ملي كيكون عندي فرماج عادي محكوك كنخلطو هكا مع الخضره، خاصه القرعه كيعطيها واحد المذاق رائع. صافي كنبقى غادي بنفس الطريقه. هانتوما نكرولي هانتوما هكا هي كيف قلت لكم. الا كانت المقله كبيره غتكون احسن بصله. اللي درت درت لها نفس الطريقه اللي درت القرعه والجزر، البصله حتى هي كنضيفوا ليها الفرماج. الناس اللي كيعجبهم البيض بالبصله اكيد غتعجبهم الطريقه ديال البيض، كتجي رائعه. انا شخصيا كيعجبني البيض مع البصله. هاد الوصفه هادي راه ما كتاخذش معنا وقت كثير، كتكون عندنا اكيد الخضره حتى هي راه بالزربه كنسوطيوها. صافي من بعد ما كملتها غنطفي عليها البوطه اكيد، ونخليوها تبرد شويه ونقطعوها. اللي كيبغي يقطعها سخونه انا ممكن واحد الملاحظه، الا كان من الاحسن انكم ديروا البصله تكون في الوسط ولا تكون من بعد القرعه على حساب الاطفال باش ما يحسوش بها. غير هنا البصله كتبغي الكميه ديال البيض اكثر من اللي كنديروا في القرعه وفي الجزر كذلك. نشوفوا الشكل النهائي من بعد ان شاء الله. السوشي على الطريقه ديالي بالبيض والخضر وجد، غنشوفو نقطعو ان شاء الله نشوفو كي غتجي. هانتوما هانتوما الشكل ديالو كيجي رائع.
والشكل ديالو كيفاش كيجي. عندي هنايا هاد الطاطا هادي صوبتها على هاد الشكل هذا، غنوجدها معكم ان شاء الله مره اخرى. هنا كنت فيما كنوجد هاد الوصفه هادي كناخذ شي لقطه منها. هنا هادي ما درتش فيها الفرماج، هادي طريقه من الطرق اللي كتخلي الاطفال ياكلوا لينا الخضار. كان سبق ليا وجدت معكم في شهر رمضان اللي فات نفس تقريبا الطريقه بالخضار والبيض، وكذلك واحد الفيديو كنحضروا الابن ديالي، غنحط لكم اللونيه ديالو تحت الفيديو هذا باش تشوفوه. كذلك الطريقه اللي وجد بها كيجي رائع بصراحه الخضار، خضار الاطفال اللي ما كيبغوش ياكلوه، غير جربوا الطريقه ان شاء الله وغادي تعجبكم. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيكونوا يمشيو للخدمه كيبغيو يديو معاهم شي حاجه خفيفه، هذه كتوجد بسرعه، يعني يمكن الانسان حتى الصباح يوجدها، يسوطي الخضره هكا في الليل يحطها في الصباح ينوض، يعني تقريبا ديك 5 دقائق كتوجد ليه، وخاصه الا درتوها مع البطبوط كتجي خفيفه ورائعه. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، واللي غيزور القناه لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما يتوصل بالجديد.